ينضم الينا مراسلا الغد من الجولان المحتل احمد البوديري ومن مرجعيون في الجنوب اللبناني حنان عيسى اهلا بكما ابدا معك حنان واخر التطورات ميدانيا من الجانب اللبناني لا جديد على الساحه الجنوبيه او على الحدود الجنوبيه العمليه الاخيره التي نفذها حزب الله جاءت ردا على استهداف القرى الامنه واخرها كان استهداف المنزل ليل امس في جناتا في قضاء السور والذي ادى الى وقوع ضحيتين وعدد من الاصابات وايضا ردا على هذه العمليه استهدف ايضا حزب الله مواقع في كريات شمونه ايضا وفي محيطها بصواريخ كاتيوشا والفلق سبق ذلك أربع عمليات أيضا على مواقع إسرائيلية في تلال كفر وفي خلة وردي حيث استهدف تموضعا لجنود الاحتلال يبدو في الصورة في هذه اللحظات سحب الدخان ما زالت واضحة وتندلع من المواقع الإسرائيلية وبالتحديد في المطلي حيث نشب الحريق مرة أخرى بعد استهداف حزب الله هذه المستعمره وهو كان استهدف مبانٍ يستخدمها ضباط وجنود الاحتلال في تلك المستعمره وايضا في الخلف تماما يبدو العمليه الثانيه التي استهدفها حزب الله والتي كانت على كريات وايضا على كفر سولد والتي جاءت ردا على استهداف اسرائيل للقرى ومنازل المدنيين الامنين في القرى الجنوبيه. تجدر الاشاره ايضا بان الحرائق التي اندلعت امس على الجانب اللبناني بناني ما زالت حتى هذه الساعة تشتعل وبالتحديد في بلدة كفرشوبة حيث أفيد عن أن تلك النيران ستصل إلى أو باتت قريبة من منازل المواطنين في تلك البلدة ويتعذر الوصول إلى تلك المنطقة لإطفاء الحريق بسبب استهداف إسرائيل للأطقم والفرق المختصة لإطفاء تلك الحرائق أيضا في بلدة ميس الجبل اندلع حريق وما زالت النيران مشتعلة حتى هذه الساعة إسرائيل قصفت بالمدفعيه الثقيله عدد من البلدات في القطاع الشرقي وبالتحديد في داير ميميز في كفركلا وفي وسط بلده الخيام وايضا في بلده الطيبه بالمدفعيه او بقذائف المدفعيه، هذه هي اخر التطورات م. على الجبهه الجنوبيه التي ما زالت مستمره منذ يومين وتاخذ منحا تصاعديا، حزب الله ما زال يرد على قصف اسرائيل اليوم بحسب بياناته الاعتداءات الاسرائيليه على منازل المدنيين في قرى الجنوب وكان حتى نهار امس ما زال رد حزب الله على اغتيال احد قادته العسكريين والميدانيين طالب عبد الله ايضا حوالي عشر عمليات نفذها حزب الله ردا على هذا الاستهداف وما زالت المواقع الاسرائيليه تحت مرمى نيران حزب الله حتى هذه الساعات حنان ماذا عن موقف السلطات اللبنانيه الرسميه من هذا التصعيد في الحدود طيب نتحول إلى الجولان المحتل مع أحمد البوديري. أحمد أيضا ماذا ترصد لنا من الجانب الإسرائيلي؟ يعني الآن الأمور أهدى بكثير مما كان عليه صباحا وأهدى بكثير مما كان يوم أمس واضح بأن حزب الله لعله استكفى بالرد على اغتيال أبو طالب وأيضا على عملية الاغتيال التي قام بها خلال الثلاثة أيام الماضية اليوم أطلق قرابة من 30 إلى 40 قذيفة صاروخية ستة صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه المطلة وهي التي تحدثت عنها الزميل حنان عندما قالت بأنها تشاهد ألسنة الدخان التي ما تزالت في منطقة المطلة نتيجة اشتعال الحرائق وأنها منطقة خطرة جدا ممنوع ان يوصل اليها حتى الدفاع المدني الاسرائيلي او راوا ان تصل تلك المنطقه هي بحاجه الى تنسيق امني لان هذه تكاد تكون اقرب نقطه يمكن ان تصل فيها القوات الاسرائيليه في مواجهه وجه لوجه مع قوات حزب الله وانت تعلم تماما بان حزب الله ينتظر هكذا فرصه وذلك لاقتناص اولئك الذين يعملون في الدفاع المدني في الجيش في القوات الخاصه في الاحتياط هو يريد موقع عسكري يريد شيئا بعيدا عن المدنيين وبالتالي يعني اخماد النيران في تلك المنطقه تحديدا هي سوف تكون يعني ليست في صالح الاسرائيليين، على اي حال سياسيا وفد اسرائيلي يغادر الى الى واشنطن يتراس الاجتماع او الوفد تساحي هنيغبي مستشار الامن القومي مع هورون ديرمان وزير الشؤون الاستراتيجيه، اسرائيل تريد ان تفهم تماما ما الذي سوف تفعله بالخطوه التاليه بالتنسيق مع الولايات المتحده في هذه المنطقه في المنطقه الشماليه، ليس في المنطقه الجنوبيه، ليس بخصوص الصفقه، هي تريد ان تعرف اذا ما ارادت ان تذهب الى حرب مفتوحه، هل الولايات المتحده سوف تاتي لنجدتها بارسال البوارج البحريه كما فعلت منذ بدايه السابع من اكتوبر بارسال ايزنهاور وفورد، ام ان الولايات المتحده لن ترسل وبالتالي سوف يضع ذلك الضغط على اسرائيل لالغاء ما يسمى بالعمليه العسكريه. العمليه العسكريه يعني لغايه الان يوجد هنالك استدعاء للاحتياط على سبيل المثال، وهذه اشاره مهمه، يعني الجانب الاسرائيلي اذا اراد البدء بعمليه عسكريه اول شيء يبدا فيه استخدام المدفعيه، تمشيط المنطقه منطقه جنوب لبنان وذلك لافساح المجال للدبابات الاسرائيليه، هذا لم يفعله، يعني ليله امس فقط لمده ساعه من الساعه الثالثه للساعه الرابعه ليلا، قام بضرب منطقه لبنان بالمدفعيه وبعد ذلك توقفت، رغم انها يعني كانت كل خمسين ثانيه هنالك قذيفه ولكن يبدو باننا لا لسنا امام اجتياح بري للبنان لغايه هذه اللحظه، والطيران الحربي الاسرائيلي لغايه الان لم يتعمق لضرب الضاحيه او لضرب مواقع اكثر حساسه رغم محاولات الاغتيال التي يقوم بها، وبالتالي قواعد الاشتباك رغم انها توسعت لا نتحدث عن الأربع كيلومتر الآن تتحدث عن أبعد من ذلك بكثير قبل يومين كانت الصواريخ تصل إلى طبرية وصلت إلى نهارية وصلت إلى شمال عكا بمعنى هذا هذا يعني بأن أيضا حزب الله يرسل ويرمي بصواريخ أبعد والجانب الإسرائيلي أيضا يقوم بإطلاق صواريخ أو بمسيرات أو بطائرات حربية أو بمحاولة اغتيال أوسع الخسائر الآن نحن نتحدث عن قرابة ثلاثين ألف دونم احترق في الشمال 30 ألف طبعا جزء كبير منها يعني الدنومات زراعية وهذا مقلق جدا موسم الكرز موسم التفاح هذا إنسان خلص راح يعني هذا كله يعني لن يكون هنالك لن أصلا يجد هنالك مزارعين لا يوجد هنالك عمال وبالتالي كل هذه المنطقة الشمالية الآن باتت اقتصاديا مدمرة لأنها تعتمد على الزراعة بشكل أساسي أمس كان هنالك 200 ألف إسرائيلي في مرمى ما يسمى صفارات الإنفار نحن لا نتحدث عن الستين ألف اللي كانوا عمليا من بدايه الحرب وتم نزوحهم الى الجنوب نحن نتحدث عن ألف جدد دخلوا في نطاق سفارات الانفار وبالتالي اطلاق هذه الصواريخ واولئك يطالبون باجابات واضحه الشعور بالامن مقابل الامان الامان هو ان يكون هنالك عمليه عسكريه وافق سياسي ينهي كل شيء وبالتالي الحديث عن انتهاء الازمه هذا يمكن أن يعيد الأمن إلى هذه المنطقة لا. ولكن الشعور بالأمان للمواطن الإسرائيلي في هذه المنطقة لن يكون إلا بالوصول إلى بيروت والوصول إلى صور وصيدا ولا ربما حتى ضرب بعلبك وبالتالي عملية عسكرية وحرب شاملة مع لبنان وبعد أن يتم تدمير حزب الله هذا إذا استطاعوا يدمروا حزب الله يمكن أن يعود الشعور بالأمان للإسرائيليين في هذه المنطقة دون ذلك هذا من المستبعد ولأن الجيش الإسرائيلي لم يأتي بأي إنجازات نهائية في غزة فليلة أمس في اجتماع الكابينة قال نحن لم نصل إلى نتائج ولكن إذا أردتمونا أن نذهب إلى المنطقة الشمالية علينا أن ننهي المعركة في الجنوب ومعركة رفح تحديدا يجب أن تنتهي ولا ضير من اتفاق لوقف اطلاق النار وطبعا أحمد. المستوى السياسي الإسرائيلي كما تعلم لا يريد اتفاق نعم. ولا يريد صفقة لا. تعليقا على المواقف الإسرائيلية يرد بأن الجيش الإسرائيلي قدم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بمهاجمة لبنان لكن كيف تفهم هذه التوصية في حين أن رئيس الوزراء هو الذي يتهم بإطالة أمد الحرب وبأنه يريد فتح عدة جبهات فيها بينما الجيش الإسرائيلي يطالبه بتقديم رؤية واضحة لهذه الحرب وربما وضع أفق زمني لها ونهاية لها الجيش الاسرائيلي هو عباره عن مؤسسه لها مهمه واحده وهو توفير الامن للمجتمع الاسرائيلي باستخدام السلاح باستخدام القوه النارية هلا موضوع المخابرات موضوع الدبلوماسيه موضوع العلاقه في التواصل مع الدول الاخرى هذا شغل وزاره الخارجيه ورئيس الوزراء والمستشار الاسرائيلي الجيش عليه تقديم الاجابات العسكريه ولذلك عندما يسال الجيش الاسرائيلي ما هو الرأي عندكم علي أن يجيب بأن الإجابة عندي أنا الجيش أنا أقول لك أنا أستطيع الذهاب إلى لبنان وأن أفعل كذا وكذا بشرط أن توفر للمناخ السياسي ألا وهو أن يكون هنالك صفقة في المنطقة الجنوبية وبالتالي إنهاء العملية العسكرية وثانيا أن تعطيني الضوء الأخضر لكي أحرق لبنان كله وطبعا عندما نقول نحرق لبنان هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي انفلت كما انفلت في غزة ودمرها تماما وبالتالي الجواب الذي عند الجيش الإسرائيلي نعم نحن نستطيع أن ندمر لبنان هل السياقات السياسية هذا عند الكابنت الكابنت الذي فيه في السياسيين في العسكريين في المخابرات وفي اولئك الاقتصاديين الذين ايضا لهم وجهه نظر اقتصاديه كل اولئك هم الذين يبلوروا ولو اضفنا الى هذا المزيج دكتاتوريه بنيامين نتنياهو الذي لا يغادر لا يريد مغادره الحكم وعنده مشاكل في موضوع الاستمرار بالحكم وبالتالي هو يقتنس وهذا الذي قاله بني جانس وقاله جولان وهو رئيس مئير جولان وهو زعيم حزب العمل الجديد الذي قال بان بنيامين نتنياهو كان يمكن له ان ينهي الحرب من اربعه اشهر ولكنه لا يريد لاسباب سياسيه ولمح الى ذلك بايدن بطبيعه الحال اكثر من مره وهذا يعني نعم. ان الجيش يقدم الاجابات التي هو من واجبه ان يقدمها والعسكر وال والمخابرات تقدم والموساد يقول شيء مختلف يعني المساد على سبيل المثال والمخابرات الاسرائيليه لا تريد استمرار الحرب تريد الصفقه لأن الصفقه عمليا بوجهه نظر نعم. هي افيد لاسرائيل الان من حرب مع لبنان شكرا جزيلا لكما مراسل الغد من الجولان المحتل احمد البوديري ومن مرجعيون في الجنوب اللبناني حنان عيسى Thank you